هكذا متابعينا مستمعينا الكرام، شوط ينتهي وشوط ينطلق من أرضية هذا الميدان. جميع انطلاقاتنا موفقة بعون من الله وتوفيقه ومتابعة دقيقة من اللجنة المنظمة لهذا السباق برئاسة خميس بن محمد بن خصيب الظاهري. هكذا متابعينا الكرام نرحب بشوط جديد. تابعنا الشوط الماضي شوط الشاهينية، علي بن سعيد بن مصبح النعيمي سجلت 4:31 نسير إلى مقدمة هذا الشوط. نتقدم مع المركز الأول مع شعار مبارك بن حمد ب70، المحرمي يقدم لنا شاهين ب70، يقدم لنا شاهين مع شوط الجعادين. أتقدم مع المركز الثاني مناور أحمد بن علي بن عيسى الاكتبي، والمركز الثالث وصول مع المركز الثالث هذا شهلول سيف بن راشد بن سعيد الشامسي، والمركز الرابع متأخر ونصير مع المركز الرابع. المركز الرابع الآن عزام محمد بن سالم بن ناصر النعيمي، والمركز الخامس وصول مع المركز الخامس بهذه اللحظات. المركز الخامس الذيب محمد بن درويش بن عاطف المزروعي، والمركز السادس يتدخل الدات اللي هو داير حمد بن عوض بن زيتون المهيري. المركز السابع وصول هناك من غبل الغزال سيبر محمد بن سعيد الناصري. المركز الثامن تدخل 35 هذا غادم هناك اللي هو سلهود سلطان بن راشد بن سالم الشامسي. والمركز التاسع تدخل بهذه اللحظات اللي هو مذخور خليفة بن برما بن محمد الشامسي. والمركز العاشر وصل شاهين راشد بن سعيد بن حمد النعيمي، تقدم الى المركز التاسع بهذه اللحظات. هذه النتيجه للمراكز الاولى. نتقدم ونسير مع مقدمه هذا الشوط مع شعار الشامخ يقدم لنا بهذا الشوط اللي هو مناور سعيد بن علي بن عيسى بن عيسى الاكتبي. من يقدم لنا المناور هذا القعود؟ شاركنا بهذا الميدان واحتل المركز الاول، يطمح اليوم بتسجيل النقطة الخامسة اذا فاز بهذا الشوط مع الكيلو المتر الاخير. المركز الثاني شهلول شهلول سيب راشد بن سعيد الشامسي. والمركز الثالث تدخل عزام محمد بن سالم بن ناصر النعيمي. وصل الغدوم من قبل الان اللي هو شاهين راشد بن سعيد بن حمد النعيمي. المركز الخامس عندك ابو حمد اللي هو الجاير حمد بن حوض بن زيتون المهيري. ونقول جولة الأوامر وجولة السماعة يا شباب، جولة السماعة اضرب بالله لروحه. ال500 متر الأخيرة مناور 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 لا زال مسيطر. أحمد بن علي بن عيسى بن عيسى الكتبي يطمح في تسجيل النقطة الثانية. ووصل هني ووصل هني، يا سلام يا سلام يا سلام. شاهين راشد بن سعيد بن حمد النعيمي يا سلام يا سلام. ولكن بدأ التغيير من قبل عزام محمد بن سالم بن ناصر النعيمي. راح روح يا منصور، روح يا منصور يا بن محمد يا النعيمي. ما شاء الله هذا الكلام عزم عزام محمد بن سالم بن ناصر النعيمي. اسعد الله صباحك يا ابو منصور. المركز الثاني وصل في مناور سعيد بن علي بن عيسى الكتبي. والمركز الثالث الدخل في شاهين راشد بن سعيد بن حمد النعيمي. المركز الرابع وصل في رداد الدحاب سالم الخيبان النعيمي. والمركز الخامس
43 خامس الخامس اللي هو الشلهول سيف بن راشد بن سعيد الشامسي عوده بالتهنئه والناموس الى سيد محمد بن سالم النعيمي على فوز شاهين وانتزاع المركز الاول وسجل 4:29. نقدم التهنئه والناموس للشاب منصور بن محمد بن سالم النعيمي، تهانينا والف مبروك.